السلام على الشيخ المسلمين السيد وزير الفلاحة والسيد المحلي والسيد القروي يوميا بالضبط السيد رئيس مجلس الجهة السيد عمر صاحب الجلالة على أقل من جهة السيد المنصف الفلاحي لجهة الشرق. اليوم كان زيارة لجهة الشرق حول التنمية الفلاحية والتنمية ديال المجال الغابوي، فكان عندنا اجتماع موسع مع السيد الوالي والسادة العمال والسيد رئيس الجهة ورئيس الغرفة الفلاحية حول بعض المواضيع اللي هي كتهم الجهة بصفة عامة، الموضوع ديال الماء. شفنا التقدم ديال تنزيل البرنامج الاستعجالي ديال الماء، وكذلك تنزيل البرنامج الاستعجالي للحد من النقص ديال التساقطات ديال هذه السنة. هذا البرنامج الحكومي اللي بدينا كننزلوا فيه، واللي كان سيدنا الله ينصره عطى الامر ديالو باش نسرعوا به، تمت واحد الاتفاقيه بين الوزاره وجهه الشرق حول واحد البرنامج اللي هو اللي كيكمل البرامج الاخرى فيما يخص نقط الماء لتوريد الماشيه، وكذلك فيما يخص فك العزلة على بعض الجماعات وبعض المناطق. فعلى الصعيد ديال الجهة كل أقاليم بدأت فيها العمليات ديال توزيع الأعلاف الفلاحة الكسابة، وكذلك فيما يخص التأمين الفلاحي المحور الثاني ديال هذا البرنامج اللي الخبرة التقنية تقريبا قربت تكمل، باش يكون تعويض ديال الضيعات المؤمنة في اقرب وقت، وكذلك القرض الفلاحي اللي كيواكب الفلاحة في هذا الموسم هذا، باش يكون إعادة الجدولة، وكذلك المعالجة ديال الملفات ديال بعض الفلاحة اللي عندهم مشكل ديال المديونية. عندنا اغنام في جهة تاع البصار على حوالي 150 ولا، ودوك شينا في هذه المنطقه باش نستافدوا من هذا الدعم اللي داره سيدنا انعم علينا عليه، والحمد لله. سؤال نقولوا حنايا في هذه الوقيته هذا الدعم اللي عطاوه لنا يخصنا شويه، راه ماشي هذا واحد من القناطر ما دير والو، راك عارف الانسان اللي كان عندك اللي راه عنده 300 شهر 400 شهر خصو على الاقل واحد 60 ولا 70 قنطار باش يسلك الاخر، ونتمنوا يزيدوا لنا شويه المزيد، ونطلبوا ربي يعطينا الشتاء، هو اللي الشتاء هي اللي عليها العمده هي اللي تسلكنا من هذا الشيء، ونتمناهم يشوفوا التفاته في المنطقه الشرقيه راه مضروره بزاف الحقيقه، ماشي هنا راه هذه الجهه تاع بني الاخر بوعرفه كل شيء، المنطقه الشرقيه راه جافه هذه ثلاث سنين ماشي هذا العام. ساكن قبيله البصاره كنشكروا سيدنا على هذا الدعم اللي دعمنا في هذا الشعير، الحمد لله جات في الوقيته ديالها، واش نقول لك حنا نتمنوا المزيد، نتمنوا اعلاف اخرى الف مركبه، حتى خصنا كما نقولوا حنا كوديسه خصنا عاود الفوراج خصنا فصا خص بزاف، ولكن نتمنوا التوفيق وان شاء الله كما جاء الخير يجي خير مره اخرى ان شاء الله. طلبوا الله وقيتنا.